العنف ضد النساء يعطل قدرتهم على تمتع بحقوقهم وحريتهم على أساس المساواة مع الرجل، ويمثل أيضا أذى ومعاناة سواء جسدية أو عقلية أو جنسية، ويمثل تهديد بمثل هذه الأفعال، وأيضا بيمثل قهر ويمثل أشكال مختلفة من الحرمان من الحرية. هناك عنف ضد النساء يجد سند قانوني في التشريعات المحلية، كما يعتبر أيضا غياب قوانين حمائية تحمي المرأة أو وجود قوانين تمييزية بيعتبر شكل من أشكال العنف القانوني الموجه للنساء. وهناك أيضا عنف اجتماعي يوجه للنساء والفتيات باسم الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية والثقافة السائدة في المجتمع والمبنية على الصورة النمطية للأدوار الاجتماعية المختلفة للجنسين. يجب أن نضع حد لكل ذلك. يجب أولا أن نضع قوانين وتشريعات أو نصلح قوانين قائمة حتى نمنع العنف ضد النساء بكافة أشكاله. علينا أيضا على المستوى المجتمعي أن نحارب كلنا الأنماط الاجتماعية التي تروج لسلطة الرجل على النساء، والتي أيضا تروج للصمت الذي قد تقوم به النساء في بعض الأحيان خوفا من الأفصاح عن العنف الذي يقع عليه.